زومبا هو اسم لرقصة من رقصات أمريكا اللاتينية الشهيرة، انتقلت من صالة الرقص إلى أحواض السباحة كواحدة من الرياضات وتمارين اللياقة البدنية، ويطلق عليها اسم أكوا زومبا. الأكوا زومبا تجمع بين اللياقة والمتعة، وهي ذات فوائد متعددة على صحة الإنسان. المزيد من التفاصيل مع الزميل كفاح الزين الذي صور لنا هذا التقرير بهاتفه الذكي. نتابع. أكوا زومبا على أنغام الديسباسيتو. بدأت رياضة الأكوا زومبا بالانتشار في الآونة الأخيرة بشكل سريع، فهي تجمع بين تمارين اللياقة البدنية ومتعة الرقص في الماء على إيقاع موسيقى لاتينية. أكوا زومبا هي رياضة فريدة في نوعها، فهي تجمع بين الصحة والترفيه والرياضة البدنية والرقص في الماء في آن واحد، وهو ما يجده الهواة أمرا مشوقا وممتعا. الزومبا هو اسم لرقصة من رقصات أمريكا اللاتينية الشهيرة، لكنها سرعان ما انتقلت من صالات الرقص إلى أحواض السباحة كواحدة من الرياضات وتمارين اللياقة البدنية الأكثر متعة. ولهذه الرياضة فوائد متعددة، لعل أبرزها تنشيط الدورة الدموية، تمرين عضلات الذراعين والساقين والبطن والظهر، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المفاصل، وخاصة لمن يعانون من زيادة في الوزن، نظرا أن الماء تخفف الضغط على العظام أثناء القيام بالتمارين، بجانب الإحساس الممتع خلال الرقص على إيقاع الأنغام اللاتينية. كفاح الزين، العربية. يلا يعني المفروض ان احنا ناكل وبعدين نلعب زومبا. خلينا نتكلم عن الزومبا، وينضم الينا من جدة المدرب الرياضي فواز الطاسان. فواز، زومبا اليوم؟ اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. سلامتك اول شيء، يقولون تعبان. الله يسلمك، والله شويه الحساسيه زايده شويه، تعرف الاجواء مع الرطوبه في ناس تتحسس وانا منهم. الزومبا شلون بالفعل تعد رياضه يا فواز؟ الزومبا هي اساسا مستخرجه من ثلاثة رقصات: ريغوتون، كومبيا، سالسا، ريغوتون. في قصه حلوه على الريغوتون، ان هي كانوا المساجين من جمهوريه دومينيك كان دائما يكونوا مكلبشين في رجل واحده من ارجلهم بكره ثقيله عشان ما يشردوا خلال الاعمال الشاقه. طيب، فابتكروا رقصه برجل واحده، بحيث برجل واحده عشان يتحدوا الاستعمار اللي هم فيه. ولكن الزومبا مستخرجة من ثلاثة رقصات. أيوة. الترك الواحد يعتبر ساعة واحدة ما بين أغاني عالمية، ولكن لازم 75% منها تكون أغاني إما ريغاتون إما سلسة إما كومبيا إما نسيت ريغاتون سلسة كومبيا هيب هوب. لا لا، ايوه هي اربع رقصات. والله برافو. لا، الهوب هوب يدخل فيها كزياده. ايوه يدخل فيها الهوب هوب. طب خلينا ندخل في صلب الموضوع فواز، ونتكلم عن الزومبا. هي ممكن تغني عن الاجهزه الرياضيه ورفع الاثقال ولا لا؟ يعني هو صراحه الانسان دائما لازم يكون في رياضته جزئين، جزء مقاومه وجزء كارديو، ولكن ككل شخص على حده لايش يميل اكثر، يميل للمقاومه اكثر ولا للكارديو، فهي مناسبه للناس اللي يحبوا الحركه اكثر والرقص اكثر، تكسر لانها الملل. خليط ما بين رقص، ايوه تكسر الملل. طيب، انا اخذت فيها دوره وفعلا عجبتني، وعجبت بالكونسبت اللي موجود، انه تبعد عن الرتابه في التمرين. الاكوا زومبا اليوم يعني احد يقدر يتحمل، حينما يبذل على التريدميل او غيره في داخل النادي يعني جهد على العضله، هل الاكوا زومبا هي تعطي ذات الجهد ولكن ما تتعب هذه العضلات؟ ما ترهق الجسم؟ الاكوا زومبا زي الزومبا، ولكن المقاومه للعضلات اكثر، اقوى، لانه وتخف الضغط على المفاصل. الاكوا زومبا نفس الزومبا ولكن ضغط على المفاصل اقل، يعني مناسبه للناس اللي عندهم وزن زايد مره كثير عشان هم نفس الوقت داخل الميه مقاومه اكثر، بحيث انه العضلات تعيد بنائها. طبعا ايوه. طيب فواز، يعني احنا نقدر نقول ان الزومبا بتحرق قد ايه سعر حراري في الساعه؟ بما ان هذا على حسب جهد الانسان، ولكن هي ما بين
نبي نحلب بنت الصحن. ما بين 300 الى 600 سعره حراريه على حسب حجم العضلات اللي موجوده عند الانسان وعمره وطوله ووزنه. طيب هذه في الساعه الواحده، يعني احنا اليوم عندنا بنت الصحن وعندنا مندي وحنيد وغيره، اعتقد انه نحتاج الى جري. لا انت يبغى لك 5 رقصات زومبا على كذا يبغى لك. طيب الزومبا بتناسب كل الاعمار، يعني ممكن في برامج تدريبيه للاطفال وكبار السن ايضا البالغين؟ طبعا الزومبا في الزومبا، حتى في باحد الدورات الام مع بنتها كيف يقدروا يتجانسوا مع بعض لما يسووا رياضه تكون مناسبه للاثنين. طيب. في نفس الوقت في لكبار السن. طيب. نعم فواز، يعني انا انصح الناس دائما انهم يمارسوا الزومبا اذا هم ما ناسبتهم الرياضه الممله. نعم. حقتنا. طيب تابعنا بعد شوي مرة الاكل اللي عندنا بعد شوي، حتى لو ترقص سامري ما راح يحرق. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه فواز الطاسم. شكرا لك فواز.